نجمع الآلاف من مؤيدي الرئيس. ماذا حدث في مصر في وقت الإخوان؟ وماذا كان الاختيار كان هو القرار؟ يوضح لنا ما كان يحاكي هذا الوطن. لما أحكي أنا هذا الوطن مش بس مصر. هنلتقي اليوم مع واحد من الأبطال، وأعتقد إحنا هنترك الكلام وهو الأقدر بأنه يتكلم عن دوره وعن هذا العمل. اللي حبيناه وكرهناه، خفنا منه وشعرنا بالأمان، هو ملك الشخصيات المركبة والمعقدة واللا منطقية. انتظروني في حلقة مختلفة في البرنامج اللي بحبه، بيت للكل، وبحبه لأنه بيت للكل فعلا، كل العرب. انتظروني على كل الشاشات اللي هتتابعنا في وقت واحد في مصر وفي الأردن وفلسطين والعراق. كل سنة وانتم طيبين جميعا. بيت للكل، الليلة 11 مساء على قناة مصر الأولى.